بات من النادر أن ترى مثقفا أو باحثا يبحث عن عنوان كتاب مميز أو بحث علمي مرموق في المكتبات الأدبية والعلمية المنتشرة في السليمانية. المكتبات خاصة في الشوارع لها دور أساسي في التنمية البشرية، خاصة جماعة الشبابين. يعني في الوقت الماضي الكتب لها دور أساسي في إنشاء الشخصية المتكاملة. دور الفيسبوك والإنترنت هو كان يعني يتأثر على الكتب. من خلال معرض الكتاب أوجه رسالة إلى الناس بمختلف أعمارهم، إن الكتاب هو أهم وسيلة لاكتساب المعرفة والثقافة، ويجب أن يهتموا بقراءة الكتب مهما بلغنا من التطور والتقدم الحضاري، فالكتاب هو مصدر للروح والثقافة. هجران الكتاب عوضه المثقفين وأصحاب عدد من المكتبات بمبادرة مكتبة الشارع التي شارك فيها أكثر من 20 مكتبة في السليمانية، مخفضة أسعار كتبها إلى النصف. هاي مهرجان، احنا مؤسسين مهرجان لكتب الشارع. هاي مهرجانات يعني قليلة بالعراق، يعني تقريبا هاي احس اول مرة يعني نعمل هاي مهرجانات، و 21 مكتبة موجود يعني، وعناوين المعرض يعني عناوين فلسفية وأدبية ودينية واجتماعية والنفسية وسياسية. احنا يعني فكرنا بهاي المهرجانات قبل، يعني تقريبا هاي الاول مره بالعراق احس يعني اكو مهرجان، مثلا حتى نحس يعني مثلا شارع عراقي. صراحه يعني مع الاسف الفرد العراقي قليلين يعني يقرون ويعني الكتب وشيء، حتى يعني هاي ثقافه صراحه ضايعه بالعراق صراحه. والاسعار يعني الكتب احنا خفضنا يعني اسعار الكتب حتى 30-40% تخفيضات عندنا، يعني حتى نشجع الشباب واي شاب وطفل حتى اكون القراءه يعني مثلا ثقافه الفرد. اكيد هي سليمانيه مدينه الثقافه، ومن من المدن التي تهتم بالثقافات، ومن من العهود الماضيه لحد الان مهتمه بالكتب وبالثقافات وبجميع انواع الادب. بل مدينة عاش فيها عديد من المشاهير الكرد من الشعراء ومن الأدباء. هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي ونطقها بآلاف بل مئات الآلاف من العناوين الأدبية والعلمية والفنية ركنت تلك الوريقات الصفراء المجلدة على رفوف المكتبات وهي مغطاة بالغبار. محاولات متكررة متجددة لإعادة الروح في الكتاب الذي كان في السابق خير جليس في الزمان كتابه، واليوم بات غريبا بعيدا عن القراء والمتلقين. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية.